يا خويا قربت القصر السعودي، واحد البلاصه كيسميوها القصر السعودي. كنتفاجئ لك بواحد البيكوب من نوع ميتشي جايه يا خويا قصداني، كتدخل لي منه وتعاود تخرج. دخلت المره الاولى وعودات المره الثانيه، كيبان لي خرج لي للطريق مره، ما كاين ما تسلك معاه على خير، خرج لي للطريق فاس. تلاقاني فاس على بالك لو كنت تلاقاني ميتشي انا فاس، ماشي صحيح على على الداسيا ولا. كل الموتور خرج عند الركاب توالو، عاود قلب كل شيء سوال عندي. الوقت اللي شفتو قلب كل شيء وانا الطوموبيل كنقول لك راه لدرجه داير على جوج روايد، راه غير ولات تقول لي فيها تقلب. ويا الحبيب غتبدا لنا ازا من الاول حتى التالي. مرحبا. السميه ديال بدا وكاين مرحبا. وسميتو المنطقه اللي كتسكن فيها، ويعني اي كلمه غتقول راك مسؤول عليها. يعني هادشي عارف، هادشي عارف. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته. الاسم ديالي أخويا عدنان الحتيمي، كنسكن في دوار الولجة جماعة سيد العابد، إقليم ساونات، إقليم ساونات. المهم أخويا شريت واحد السيارة. قبل ما نشريها يعني درت واحد الشركة، شركة ديال ترانسبور، شركة النقل، نقل الركاب. ومدرت واحد الشركة بخير بها، ونط نخرج عليها زعما الحديد باش تخدم. كيعيطوا للكليان، كيعيطوا لكدا، مع ان ديجا قبل يعني كانوا عندي طاكسيات، عندي طاكسي ديالي. قلت انا ندير شركه عاوتاني ونزيد نساعد شويه مع الوقت. رانا ما علينا، الوقت اللي مشيت وركبت في الطوموبيل ديالي داك الصباح ما عيط لي حتى واحد، درت مارش تكلت على ربي، هوت داير جيت جامعه سيدي العابد ولكن ما لحقت لهاش، يعني غير في الطريق. هوت اخويا جبت الدوره، ما بان لي لا والله لا والو، جبت الدورة عاودت وليت رجعت للاثنين جماعة الولجة. الوقت اللي رجعت لجماعة الولجة كنلقى واحد كيما نقولوا واحد ثلاثة البلايص كيتسناوني تسمى في الاول الجماعة، شيروا ليا فاس ركبتهم طلعتهم فيهم راجل ومرتو واخوه. ومن بعد منها عاوتاني قلعت زدت حدا يعني المحطة ديال الطاكسيات، حدا المحطة ديال الطاكسيات عاوتاني لقيت فيها ثلاثة البلايص. هزيت داك ثلاثة البلايص يعني ولا عندي ستة صافي بحال اللي عبات. وكنش الطريق اخويا طلقت الراديو. الوقيته تقريبا؟ نعم الوقت معاش؟ الوقيته اللي تحركت من تما الوقيته ديال 11 هكذا باش تحرك الساعة 11 الصباح. سمح لي اخويا داني نعاس، قوة الحريق كان غيب والله الا كان غيب والله. وصلت الطريق كبيرة يا خويا، قربت القصر السعودي، واحد البلاصه كيسميوها القصر السعودي. كنتفاجئ لك بواحد البيكوب من نوع ميتشي جايه يا خويا قصداني، كتدخل لي منه وتعاود تخرج. دخلت المره الاولى وعودات المره الثانيه. المهم ما علينا، قلت انا بالك هذا واحد سكران اولا ضايخ اولا ربي اللي علم به. المهم نحاولوا كيفاش نديروا نسلكوها معاه على خير. واحد الساعه يا العزيز كيبان لي خرج لي للطريق مره، ما كاين ما تسلك معاه على خير، خرج لي للطريق فاس. تلاقاني فاس على بالك لو كنت تلاقاني ماشي انا فاس، ماشي صحيح على على الداسيا ولا. كل الموتور خرج عند الركاب توالو، يعني زيرك ولا اخويا. الوقت اللي شتها كلاتني عطيت هذيك كود فولو، بغيت نهرب له، هربت له للجهه المعاكسه يعني بحال باش نهرب على الجهه ديالو. الوقت اللي هربت له على الجهه ديالو هو شافني بحال اللي غادي نسلك. عاود قلب كل شيء سول عندي. الوقت اللي شفتو قلب كل شيء وانا الطوموبيل كنقول لك راه لدرجه داير على جوج روايد، راه غير ولات تقول لي فيها تقلب. المهم كنولي كنعاود لها كل شيء. الوقت اللي عاودت لها كل شيء كنجيو مع الجنب، كنجيو بحال اللي بالجنب ما تقاسيناش بالوجه الحمد لله ربي لطف. كنجيو مع الجنب كضرب فيه، كيضرب لي فيه التروفيزوار، البيبان بجوج، الرويدة التالية، الليسيو الباركوك الاخر. اخويا الوقت اللي ضربني لذاك الرويدة وطرد قلتي وداك الليسيو قاص الطوموبيل غادي يمينه كدور دور 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 دور. الركاب شنو الركاب؟ الركاب مساكن غير لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، هذا ورد الفعل ديالهم. عارف مع الركاب كلشي كبير. ديك الساعات راك فاهم بلي كاين شي حاجه ما فاهم والو، مازال ما فاهم والو، عندك صداع عاديه
يعني داخل غادي نخرج واحد الناس معيطي لي سيده كنقول لك عاديه كنقول لك الحبيب نزلت الوقت اللي نزلت كنت فاجئ اخويا بداك الناس اللي كانوا في البيكو لعبت بهم البيكو وضربت في واحد الكاليتوس الوقت اللي ضربت في داك الكاليتوس كينزلوا ليا وكيتمو جايين يا خويا مسلحين كلهم وجدين واللي داير في جيبو داير والمهم كلها وجنو هاز المهم كلهم سلاح اربعه بهم كلهم مسلحين كلهم مسلحين انا جايك وقت اللي نزلت انا عرفتهم عرفتهم اخويا هذيك الساعه ثاني فاش شتيهم عرفتي بلي راه صافي عرفتهم هما عرفوني نيشان تواجهتهم لا لا ما تواجهنا ما والو جاو وصلوا ليا بغاو يشيروا عليا بقاو كيدوروا بيا بغاو يشيروا عليا شتا غادي تجي فيا كنعيط هربت واحد السيد ضربوك انت فوسط الطوموبيل لا لا تنزلت نزلتي فوسط الطوموبيل انا راني كنقول كسيده عاديه تا نزلت عاد تفاجئت باللي هذه راه ماشي كسيده عاديه الناس راهم جايين باغيين يقتلوني يعني جاو لعندك واه في الطوموبيل ديالك واه والناس اللي كانوا راكبين معك هما نزلوا ولا حتى هما نزلوا كاين اللي هرب كاين اللي تشانق مع واحد المهم كلها شنو دار ربي رجلي دابا خويا فاش كتوصل العشيه كتطلع عليا واحد السخانه ورجلي كتبقى تحرقني وبحال اللي كيبقى يجيني النعاس كاع والعاده رانا ما علينا خويا الوقت اللي شتهم غادي يضربوني كنصد صنداله وكنعيط جبد كنهرب لهم هربت لهم هما تابعيني عيني القدام وعيني اللور عيني القدام وعيني اللور يا ودي اش غادي نقول لك لا اله الا الله محمد رسول الله كانوا باغيين يقصفوني تام اللور كيشيروا المهم كان خوي كيشيروا كان خوي شويه غادي كنسبقعني في الفوسي في جنب ديال الطريق داك البوطول اللي كيكونوا دايرين في جنب ديال الطريق كنتفاجئ لك واحد البارتنر ديالهم قري قريب من داك قري فرنسي كتغيب مره مره كان غيب اخويا مره مره فين كنت العزيز قلتي لي شي كونغو اي بارتنر بارتنر من نوع قري يا خويا وكنشوفها مصيره وخارجه ليا غادي تضربني نيشان خويت لها يا خويا العزيز داز سحب كسوشات الفران والو بينا صرا صرا بحال اللي ماشي معاهم وهي راه ديالهم انا ديجا عرفتها وكما عرفتهاش ما نخوي لهاش كنولي كنخوي لها لتحت الفوسي كنعاود نطلع وكنعيط جبد من بعد كنتفاجئ بواحد الرونو اكسبريس جايه من هاد النوع الجديد لونها قري هذاك القري يعني من داك القري الجديد كاع ربي يا سيدي ربي اخويا الوقت اللي وصلت هذيك كتشير عليا لهنا رجلي ها انت ها هي اخويا ست الهرسات انا عندها باش ناخذ داك اللقطه ست الهرسات اخويا من لهنا من تحت الركبه وهي طالعه لهنا تصلورك يا تعذبت يا اخويا وفاش ضربتني تهزيت كنقول لك ودرت وضربت راسي في الجاج كي ولا راسي بالجاج وجهي يا ودي المراه مسكينه عندي عيط نقي اقسم بالله الا هادي ملي تقاسي وهي كتنقي ومازال ما كملاتوش لدرجه واحد النسيب كيقول عندك انت هاد الدجاج كينبت واش هادشي وقع لك وقع لي اخويا نهار الحد 1 اكتوبر كنت يلاه مخرج الطوموبيل و 4 ايام ايوا الوقت اللي طحت اخويا يعني صافي تفي بليت رجلي تكسرت لقيتها دايره جوج دورات ما محسوباش عليا مرميه اللور دايرها جاو الناس جات الامه الاسلاميه فاش فقسانا حيت الساده تهربوا يعني غشي فاش فاش وصلوا هما هما غير وصلوا شير عليا واحد فيهم زباره لهنا اليد راه عندي عاهه مستديمه عندي العروق والاعصاب مقطعين واش مشي مكالي على راسي واش كيفاش قصتي الله اعلم اخويا شيروا عليا بقاو كيشيروا عليا ما بقيتش كنعرف الدار من الهرب ايوا هي هذيك كيزيد الله يدير الخير وخلاص يعني هادشي انت جاك غريب ما عمرك عشتي بحال لا والو يا خويا والو يا العزيز ديالي ديك الساعه مازال ما تحملتش قلتي لي الشيء مباشره انا ديك الساعه مازال في الكوما انا ديك الساعه كنقول راني مات الوقت اللي تفاجات اخويا ونط كنلقى الناس الامه الاسلاميه دايره بيا الطريق مقطوعه كل شيء حاضر المهم و... وحاجه اخرى داك مول داك البيكوب اللي هي ميتشيبيتشي عنده واحد 190 كحله ديجا جسد تما كيجسس واش السيد مات او لا مازال هذا مول البيكوب ولا من بعد داك الشيء فاش هزوني وطلعوني للمركب طلعت على المركب كيتاكد
المهم انا جايك فاش فقص اخويا لقيت الناس مساكن هل كيهز لي راسي هل كيهز لي رجلي هل كيهز لي يدي هل كيهز لي كذا هذا شانت شوف لي كي دارو كل الضريس كل اللي تهلكت لا اله الا الله محمد رسول الله لقيت الناس مساكن كيف يقوني قال شنو بغيتي قلت لهم بغيت خويا وبغيت لابيلانس المخزن يجي كدا هادي قلت لهم بغيت خويا وبغيت لابيلانس كيعيطو لابيلانس ديك الساعة كتجي كانت سي اس بي كانت سي اس بي نيشان ديريكت كي سي اس بي زعما هو وانا قلت لك سي اس بي كي سي اس بي ديريكت المركب ديريكت المركب اخويا هو المهم من بعد واحد شوية جاو عندي جدرمية جاو عندي تما المركب يسمعوا مني جاو عندي جد المرات وسمعوا مني وسمعوا الاقوال ديالي وسمعوا كل شيء ويعني انا محضر مغيز مريقل ما فيش جرام ديال الترافيك وما فيش جرام ديال الكذوب ورغم ذلك وقيل لعبوا لنا فيه وردوا لنا اكسيدو حيت البارح هو راه اعتقلوا دوك الثلاثه الاخوه ديال رئيس الجماعه اعتقلوهم اخويا من بعد فاش دارت العشيه شدوا لهم بيرميات ولا كارت وطلقوهم كانوا غادي يرتكبوا سبعه الجرائم ديال القتل يعني لولا جنازه واحده كانوا غادي يكونوا سبعه الجنازات الطاكسي كامل الطاكسي كومبلي ومن بعد داك الشيء منين بغيت نهرب منهم انا وكاع عاوتاني بقاو 70 يعني تسكسرت من رجلي وكملوا عليا داك الشيء اللي بقى كملوا عليا اخويا ما خلاوش فيا الله يدير الخير وصافي يسهل عليك ايوا ورجع في الله الحبيب الله واخا قول لي هاد الناس هادو يعني تابعين شي الجماعه ديالنا خصوصا رئيس الجماعه سيد العابد شي مسؤول تما وديجا هاد الرئيس عندنا ديال جماعه سيد العابد راه محكوم بعام نافذ ديال اختلاس الاموال العامه لا هو ولا داك مول البيكوب اللي عطاه لهم اللي داروا معايا بها القصيده هو ولا اله الا الله انت دابا يعني شنو اللي خلاهم يجيو لعندك ما عرفتش اخويا انا هاد الناس هادو ما عمري تسبيت معاهم الله الله الله, الله. ما عمري تسبيت معاهم ما عمري صرا لي شي مشكل معاهم ما عمري شفت فيهم حتى بالزربه رغم ذلك هذا الرئيس الجماعه نمرتي عنده ونمرتو عندي وديجا كنهضروا كيجي عندنا حتى للدار وديجا انا رئيس جمعيه رياضيه وكننظم دوريه عندي جوج فرق صغار وحده ديال 2007 2006 وحده ديال 2008 2009 وكنا ديجا نظمنا بها واحد كما نقولوا واحد تنظيم اقليمي ديال ساونات واه يعني بينكم بينهم زعما ما بيني وبينه والو اخويا غير شنو ظهر لهم عليا شنو وصلهم عليا الله اعلم اييه وشنو كتطلب دابا انت مثلا ديال فاس دابا انا كنطالب من ربي الحبيب هو الاول وكنطالب من السلطات وكنطالب من سيدنا الله يذكره بخير والله يشافيه ان ياخذ لي حقي راني كنتعذب في الدنيا قبل الاخره راني الموت اقسم بالله الا مت ولات عشت لا اله الا الله محمد رسول الله الله يدير شي يسوي الخير الله يدير شي يسوي الخير الله يا ربي والعداوه